ابو الثلاثة يا ابو الثلاثة يا ابو الثلاثة صار الليل يا ابو الثلاثة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخوان، رجعنا لكم اليوم بردة فعل مباشرة على الدوري السعودي الاتحاد والخليج. مباراة حتكون صعبة للاتحاد للأمانة خارج الديار، وثانيا هو مطالب بالفوز ثم الفوز ثم الفوز يليتي هاي المباراة، خصوصا بعد التعثر بالمباراة الماضية. صفار كانت مباراة صراحة مخيبة للأمال، استغربت انه تعثروا الصراحة، بس ان شاء الله يعوضونها هاي المباراة، خصوصا مع تعثر الهلال مبارح. نتحدث عن العبود وكوستا يا اخوان، الحلول الفردية اللي على الاطراف اليوم غايبين حتى على قائمة الاحتياط موجودين، فحتكون مباراة صعبة اليوم. هذولا قادرين يخلوا لك وضعيات واحد على واحد خطورة، في اليوم غايبين، إن شاء الله نطلع فوز. لا تنسون يا إخوان من اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد. حبايب القلب شدونا الهمة يا ليتي، اليوم نريد الفوز ثم الفوز ثم الفوز. تشكيلة ليتي يا إخوان على الشكل التالي، بغياب مثل ما قلنا الأطراف اليوم، الهجوم حمد الله، عودة حمد الله، رومارينهو وهارون كامارا اليوم يتواجد أساسي. خط الوسط كالعادة طارق حامد وبرونو هيرينيكي وكوارنادو، خط الدفاع كمان كالعادة شراحيلي حجازي مد العليان وأحمد السود. أوه فرد وك يا أخي، كيف يزلم لحاله ما عارف يصفها. روح يا هارون كمار، ما في حد يزلم. وين حمد الله؟ وين الشباب؟ حلوة، جيبها رومارينو، يلا حلوة شوط. يلا حمد الله متسلل، لا حرام عليك، ارجع يا حمد الله، ارجع شمالك اليوم نيصل يا اخي. حلوة رومارينو اليوم مسلطن يا اخوان، والله مسلطن اليوم الروم البرازيلي اليوم المتعدي. فاول يا زلمة، والله فاول كورنادو، يا الله كانت قريبة يا زلمة، بس لازم اعطي باص يا اخي لحمد الله. شوف شوف هون فاول كيف معرت رومارين، يا الله يا كورنادو. يلا حلوة حلوة، معليش معليش، يلا يا مد الله. هذا هو، لا شو اللي ضيعته يا حمد الله، حرام عليك، كان راح يكون اجمل الاهداف. شوف شوف هالعرضية، يا الله يا حمد الله حرام عليك، يا تتقريب يا زلمة. يلا حلو حلو، اوه يا الله الله ستر يا زلمة، كان الخليج كان قريب أكثر من مرة يا زلمة بهدف شمالهم يا أخي، صح صح يا رجل. شوف هذا كمان بتمشي معه بتسلك سلكان يا أخي، الحمد لله. أوه يا الله يا زلمة شو هذا، الله ستر، والله كان طلعوا الشوط الأول 1-0 للخليج. صفرة يا زلمة، هاي صفرة، أعطي صفرة يا أخي. شو هاي، كيف مو فاول هاي يا اخي، شو الحكم هذا الزبالة. لا 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 لا، الحمد لله الحمد لله، بس شو الحكم، والله هذا الحكم مو مظبوط، تبع رومارينو فاول يا اخي. شو فاول يا زلمة، والله فاول، كبس على اجرى يا اخي، ركلة جزاء ركلة جزاء يا معلم، الحمد لله. واخيرا يا عيني على برونو هيرينيكي، ما شفت شي، اعطيني اللقطة اعطيني الاعادة، اعطيني اللقطة اعطيني الاعادة، ولعت الجماهير يا رب. متأكد ما في غم يقول له ضربة جزاء يا معلم، ورجيني اللي شوف يا معلم على الكورنادو، شوف كورنادو والباص ورومارينو هو اللمزة، اوه ضربة جزاء واضحة يا رجل، شوف الجزاء واضحة، جزاء واضحة واضحة، جزاء واضح يا اخوان على حارس الخليج، حتبلع السع من حمد الله ولا انت، جزاء جزاء واضحة يعني، صح الحكم قراره يعني
من الوقت المناسب الحمد لله قرار صحيح 100%. اي زلمه شو تحكي معه يعني بعيد عن الطابه وشقل يا صح. الطابه راحت للخليج يعني بس ضربته انت يا معلم، ضربت برونو هيرينيكي بس شفت لي رومارينو هو اللمسه، رومارينو هو النطحه يا اخي. اخ من الروما 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 يلا يا رب. حمد الله انا برايي لازم يشوط رومارين لو متمكن اكثر من حمد الله، الله يستر. يلا الهدف هذا راح يعطي ثقه للفريق وراح يعطيهم شويه مساحات على دفاع الخليج شوي يعني، بلكي بيضيف الثاني وبيخلصونه. يلا يلا يا كبير يا حمد الله ما تخيبنا ان شاء الله. يلا يا رب لازم ضروري هذا الفوز، والله الفوز قبل ملاقات النصر ضروري يا حمد الله. التركيز ثم التركيز ثم التركيز يا حمد الله. يلا يا عبد الرزاق يا رب. حمد الله يا معلم يا كبير. الصاطي 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 واخيرا الحمد لله يا زلمة واخيرا. روح يا اخي شو بدك من الحكم، ابلع 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 انت والخليج. التصدر مؤقتا يا اخوان، مؤقتا هذا التصدر ان شاء الله حيدوم. اليوم بتعثر النصر ان شاء الله بعد قليل. شوف يا ضربة جزاء واضحة ما علينا الحمد لله يا اخوان، الحمد لله الهدف الحمد لله انت بوقته المناسب يا رجل. وحمد الله كيف لقحه بزاوية قال له اتفرج اتفرج، قال له اتفرج انت بس متفرج انت اليوم كمتفرجين الخليج. اطلع الله يستر الله يستر اطلع شوط يا زلمة. يو الله والله قلت راحت على الجول، الله ستر يا زلمة. ايش هيك بتخلي شوط اضغط عليه يا اخي؟ روح على روح على رومارينهو روح على رومارينهو يا معلم خلص يا رومارينهو. لا حرام عليك حرام عليك يا رومارينهو، كان خلصتني يا زلمة من ابها المباراة. هاي مو شوطة يا اخي، هاي مو شوطة، قطع الشبكة يا اخي شوطة بالزاوية. حلوة روما 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 يا عمري حمرا. هاي يا زلمة شو هذا؟ اي ذبحوا يا زلمة ذبح ما بيوقفوا الا بالضرب. شو هالمسخرة هاي يا رجل؟ شوف شو عمل فيهم شوارع فتح. شوف ما عطى حتى صفرة يا اخي، شو هالمسخرة هاي؟ حلوة يا الله جابها يا رجل، جابها الحارس يا كورنادو. لا كورنادو ايه يا الله والله تسديدة حلوة. شوف يلا يلا حلوة معلش معلش. اوه خطرة خطرة الله يستر الله يستر. قول وشو صار؟ راي تسلل يعني؟ حلوة يلا يا كورنادو يلا يا كورنادو. حلوة روما 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 خلص يا معلم الثاني خلص 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 روما الرين هالكبير يا معلم. شوف شوف باس كورنادو يا الله على باس كورنادو والتحرك من روما الرين هو والإنهاء وتخليص المباراة دائما من روما الرين هو الكبير البرازيلي. ايوه ارقص كده يا معلم. واخيرا الحمد لله يا زلمة الحمد لله خلص خلصونا من ابها المباراة يا رجل. وكأنها معصج اذا ما قام يجي الثاني ما بده يجي الثاني، مرة بلغي الحكم ومرة ما بعرف شو، مرة تسلل ومرة بيضيعوا. الحمد لله يا اخي بس كورنادو 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 يا اخوان والله العظيم مو طبيعي. قدم مباراة اليوم رائع، انا برأيي هو نجم المباراة، تواجد كل مكان يا اخوان على اليمين وعلى اليسار وبالعمق كل مكان والله العظيم. قدم مباراة الموسم اليوم كورنادو. حلوة حلوة الحمد لله الحمد لله 2-0 انتهت يا رجل خلاص انتهت. ترتاح هسه انت بتلعب وانت مرتاح يا رجل. اوو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 و
اتقطع. شو هذا؟ ايوه يا معلم، اعطيني بوسه يا معلم، اعطيني بوسه واعطيني الصداره يا معلم.
طيني بوسه وطيني الصدارة يا معلم. يا عيني يا عيني، شو هذا؟ شوف الارتقاء يا زلمة، يمكن قد تكشمت الشبكة يا زلمة، قطعها تقطع يا رجل. ووو ووو. شوف 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 بوم، شو هذه زلمة؟ أين الخليج يا زلمة؟ شوف شوف، يا الله يا عيني يا عيني، شوف ووو. أبلع 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 اللوبي أنت ويا ولك، أبلع أبلع ابلع بالثلاثة يا ابو الثلاثة يا ابو الثلاثة. صار الليل يا ابو الثلاثة، طرب اليوم، طرب استعراض اليوم، استعراض قوة اليوم. هاتونا النصر، هاتونا اياهم، هاتونا اياهم بكريستيانو بالدون تبعهم، هاتونا اياهم الحين الحين نريدهم، هاتهم. نهاية المباراة يا اخوان، فوز الاتحاد، فوز مستحق للأمانة، فوز 3-0، استعراض قوة، كان استعراض لا للإتي يا اخوان، 3-0 نتيجة مستحقة، الخليج بيستاهل هاي النتيجة. الشوط الأول كانت مباراة معقدة نوعا ما، الشوط الثاني نزل الاتحاد ضاغط لحين تسجيل هدف ضربة جزاء عن طريق حمد الله، وبعدها بدأ المهرجان الأهداف وبدأ أهازيج جمهور الإتي. مباراة يا اخوان تصدر من خلالها الإتي بفارق نقطة عن النصر، لحين بدأ مباراة الحالية القانية، يمكن على ما أعتقد بدأت مباراة النصر. فوز مثل ما قلنا مهم مهم جدا يا إخوان، قبل موقعة النصر إن شاء الله الأسبوع القادم، وخطف الصدارة مثل ما قلنا منهم إن شاء الله. مباراة يعني مقنعة نوعا ما، لإيتي كان قدم شوط ثاني يعني أداء مغاير صراحة بالقوة، رومارينو حمد الله وشرحيلي خلصوا المباراة. لا تنسوا يا إخوان من اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد. حبايب قلب، تحياتي.